ولها أسباب، أسباب قد تكون أسباب أسرية، وقد تكون أسباب مجتمعية، وقد تكون أسباب حقيقة لها أثر في الاقتصاد والفقر. ولذلك ما يحدث في غياب أيضا القدوة الصالحة، القدوة الحسنة في التربية، بحيث أن الطالب حقيقة وأن الشاب يعيش في جو من القلق ومن الحيرة ومن الاضطراب بين أهله، عندما يعيش في أسرة متشاكسة، أسرة يشيع فيها حقيقة القسوة وفقدان العاطفة، ويعيش في أسرة وهي فقيرة الحال، لا تستطيع أن تؤمن حقيقة ما يحتاج هذا الطفل. لا شك أن يعني جملة هذه الأمور، كذلك ما يصل إليه الطالب ويصل إليه الشاب أحيانا من ضيق نفسي ونتيجة خلوه من الإيمان ومن التربية. ولذلك إذا عدنا حقيقة إلى الشباب الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا في هذا السن في فترة المراهقة، ولكنهم كانوا يتحلون بأخلاق عظيمة ومواقف جريئة، والسبب أنهم كانوا حقيقة يسمح لهم بأن يطالبون بحقهم، بأن ينتقدون. ولذلك قرأت قبل أيام عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما يسير في الشارع، وإذا بصبة صغار يلعبون، فهربوا جميعا إلا واحد وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فجاءه عمر بن الخطاب فقاله: لم لا تهرب مثل هؤلاء الصبيان؟ فقال له: يا خليفة رسول الله، أو يا أمير المؤمنين، لست جانيا فأهرب، لست جانيا فأهرب، وليس في الطريق ضيق حتى أوسع لك. أنا بقول مثل هذه التربية، تربية على الجرأة وعلى الأدب، حقيقة يعني تجعل هذا الطالب وجعل هذا الشاب يتخلق بأخلاق الإسلام، برجولة، بأن ينتقد وبأن يطالب بحقه وبأن يسمح له أن يتكلم ويتحدث. وقرأت أيضا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما ولي الخلافة، جاء وفد من المهنيين يهنئون عمر بن عبد العزيز، وجاء وفد الحجازيين، فتكلم باسم هذا الوفد شاب بالحادي عشر من عمره. هذا الشاب بالحقيقة عمر بن العزيز قال: يعني ارجع، نريد من هو أسن منك، يعني أكبر منك سنا، حتى يتحدث في هذا الاحتفال. فقال له: يا أمير المؤمنين، هذه الحقيقة القولة، هذه التربية حقيقة، المرء بأصغريه بلسانه وقلبه. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، إذا منح الله الإنسان لسانا لافظا وقلبا حافظا فهو يستحق الكلام. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، لو كان الإمارة بالسن لكان من أو من هو أولى منك في هذا المجلس. أنا بعتقد عندما يسمح للشاب أن ينتقد وأن يطالب بحقه وأن يرى العدالة وأن لا يظلم، كثير من الطلاب الحقيقة في المدارس ولا في الجامعات حقيقة يستخدم العنف هو احتجاجا على بعض السلوكات التي يراها. كذلك المناهج التعليم في هذه الأيام يكتفى في المدارس والجامعات في المدارس على أن يقرأ الطالب ما هو موجود في الكتاب، ويكتفى بحاجة للطالب حقيقة من هناك، من أن يعني يعطى قيم إيمانية ويعطى حقيقة حبه لبلده وانتمائه لوطنه، بحيث يحافظ على ممتلكات البلد، لا يعتدي على الجامعة ولا يعتدي على المدرسة ولا يعتدي على طرقات. أنا أعتقد أن مثل هذه التربية وأن وجود القدوة الصالحة في الجامعة وفي المدرسة ووجود المنهج المناسب الذي يربي الأبناء على هذا الحقيقة هذا الأسلوب، نعتقد أن هناك لا يحدث عنف. وأنا أقول وحقيقة، وليس يعني على سبيل نمدح أنفسنا، أن في مدارسنا في دار الأرقام الإسلامية منذ أن يعني عينت مدير عام، لا أذكر أن هناك حادثة عنف وقعت في المدرسة، لأن حقيقة هذه المناهج والمعلم القدوة والإدارة المحترمة والمسجد الذي يكون حقيقة في داخل حرم المدرسة والأخوة التي يتحلى بها الطلاب ومبدأ المحبة والأخوة حقيقة مبادئ إيمانية وقيم إسلامية نعتز بها. وبالتالي أنا أعتقد لو عدنا إلى هذه الحقيقة النماذج وهذه الأساليب والوسائل لما حدث هناك عنف، لا في المدارس ولا في الجامعات. ولا أعتقد أن الإجراءات التأديبية والعقوبات هي التي تحل هذه المشكلة. نحن بحاجة إلى أن نعود مرة ثانية إلى مناهجنا
وإلى حقيقة كتبنا وإلى المعلمين، يعني نعطيهم الوسائل والأساليب، نختار المعلم القدوة، نختار الدكتور في الجامعة الذي حقيقة يعطي مع المعلومة، يعطي قيم ويعطي انتماء، ولا يعطي المعلومة وحدها لأنها لا تكفي. المعلومة مع القيم. نعم، حط خط تحت المعلومة مع القيم. العلم معزول عن القيم، الغالب فيه أنه يضر ولا ينفع، ولذلك آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما في الخضر. نعم، الرحمة قيمة، قيمة. نعم، والعلم ثانيا. نعم، الرحمة أولا والعلم ثانيا. والله هيجت فينا بذكرك بعض صغار الصحابة. هم صغار لكن عظماء، صغار لكن عظماء. يقف الصغير أمام أمير المؤمنين ويقول له: أنا لم أفعل ذنبا لأهرب، والطريق ليس ضيقا لأوسعه لك. خرجت من فم هذه الكلمات إفرازا لتربية علوية ربانية نبوية قرآنية. انتقل من هذا النموذج ومن هذا المثال الرائع العلوي إلى مثال رائع آخر موجود معي الآن. طفل صف سابع، أتم 20 جزء في القرآن الكريم، تحدثت معه قبل أن ألتقي بكم الآن وقبل دخولنا الاستوديو، فلمست في لفظه علوية النداء والسماء، ولمست في وجهه نور البراءة والفطرة، وتبينت أن وراءه قدوة أخذ منها وشرب منها، فأثمرت فيه هذا الصلاح الذي سترون ثمرته الآن. انتقل بكم أيها الإخوة الأعزاء إلى ثمرة التربية الحسنة العالية، التربية الإسلامية النابغة، إلى مثل من أمثلة جيلنا والذي سيكون رفعة وسيبيض وجوهنا نحن الكبار مع الأيام ومع السنين، وسيكون واحدا من قيادات الغد. طفل في صف السابع حافظ ولا محمود؟ محمود. أيوة، محمود ديب الحمامي. أقدم لكم محمود ديب الحمامي في صف سابع، يحفظ 20 جزء من القرآن. أولا أنا عايز بس أتعرف عليه، أنت اسمك إيه بالظبط؟ أنا محمود ديب محمود الحمامي، طالب في الصف السابع في مدارس دار الأرقم. يعني أنا ألمح فيك الفصاحة، أنت قوي في اللغة العربية؟ نعم والحمد لله. كويس، حفظت بيت شعر ومع القرآن وقرأت في الأدب؟ نعم. الله يفتح عليك. طبعا كان هذا في البداية بفضل المشروع اللي هو مشروع تاج الوقار ومدارس دار الأرقم أيضا، وكان بفضل الشيخ الذي قام على زرع هذه الغرس فيي، ويعني قد أحفظنا عدد من الأبيات في التجويد. طب عايزين نسمع صوتك يا محمود. أنا هسيب الاختيار لك، اختار لنا كذا، رتل لنا من القرآن ما شئت إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتا ليتني، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب،
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك شاهدا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. الجلوس امام الكاميرا ومخنقينه ومزنقينه ومقيدينه لكنه قمة من قمم بلاد الرباط وثمرة من ثمار الشجرة الطيبة، والشجرة الطيبة هي المؤسسة التربوية الناجحة التي عرفت العلة فعالجتها، وعرفت طرق الوقاية فحصنت الجيل. يعني الصحيح الأستاذ خليل، يعني هذا مثل مشرف. ويبدو أن في مشروع قرآني عندكم. نعم. إيه هو الحقيقة؟ يعني عام 2011 شعرنا أن حاجة الطالب للقرآن الكريم، فعمدنا إلى عمل مشروع أسميناه مشروع تاج الوقار بال 2011 2012 العام الدراسي 2011-2012، يعني هذه السنة الثالثة لهذا المشروع. وحقيقة مسوغات هذا المشروع وجدنا أن أمر الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على القرآن، والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما لاحظنا حقيقة هناك ضعف الصلة بين الشباب والقرآن الكريم، فكثير من شباب المدارس من ينهي حقيقة دراسته في المرحلة الثانوية وحتى في الدراسات العليا وقد لا يحفظ من كتاب الله شيئا.